في دائرة الخطر الانتخابات الموعودة بين التزوير والتأجيل السياسي. الانتخابات المبكرة تصريح أطلق مع سيناريو التزوير والتأجيل، مفوضية غير معلنة، وانتخابات معدومة الشرعية، لأن انتخابات عام 2018 حاضرة في المشهد العراقي من حيث بيع البطاقات والتزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات. هاي الفضيحة راحت بينا إلى سيناريو الحذر من عودة إنتاج ذات الأحزاب التي تمتلك البطاقات المزورة والمال والسلاح، وبالتالي نحن الآن أمام معضلة كبيرة، مأساة لا مثيل لها. رئيس وزراء يعلن انتخابات فاقدة الشرعية منذ الإعلان الأول عنها للأسباب الآتية: أولاً، المزاج السياسي غير مقتنع في إجراء انتخابات مبكرة، وحكومة غير مستعدة جيداً لتحديث بايومتري ولا تخصيص أموال ولا رؤية موضوعية لتحقيق ذلك الهدف. والمشكلة الأكبر، القانون الانتخابي لم يخرج من البرلمان، لا دائرة واحدة ولا دوائر متعددة، والشارع العراقي ينتظر التغيير في ظل هيمنة على مفوضية الانتخابات وقانون أسير إعادة إنتاج ذات الوجوه التي تحكم البلاد. في دائرة الخطر لهذه الليلة الدكتور سعيد كاكائي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابق، والدكتور فتاح الشيخ.